جماعة يزينا بركة بلا نفاق، يا جماعة يزينا بركة الشعب وفاق، يا جماعة كنتو صراخ وانتو الساق، الهم باقي ويزيد والناس مازالها في التسفاق. شوف خلاص ما عدتش نعرف بلادي، اليوم البنات راهم يتكيفوا اكثر من الدراري، تهدر معاهم يقولك اش لازم تقبل لازم تتقبل، سي نورمال هذا هو المستقبل اللي جانا يتقتل في روحها بالبروكالي، ولا قاعد يحلم درك به يرقد فوق البرونكار، واحد يفكر في فلوكا بيك يدير رملة والاخر في القروح ويحسب روحه في الرام. الله الله الأزمة ولات روحية، الأرواح يا حية بصح القلوب لي راي مرحية، مادام شرب ديروا شركات محلية، الناس تخرج من الإسلام باش تدخل للمسيحية، هذه هي وش من الفايدة تبيع البترول والناس ما لحقتش حتى على القشور تاع دقلة نورة، وش من الفايدة دير أكبر مسجد في هذا الكون وانت يا راك معروف أكبر منتج تاع كحول. يا جماعة يزينا بركة بلا نفاق، يا جماعة يزينا بركة الشعب وفاق، يا جماعة كتر السراق والفساق، الهم باقي ويزيد والناس مازالها في التسفاق، يا جماعة يزينا بركة بلا نفاق، يا جماعة يزينا بركة الشعب وفاق، يا جماعة كتر السراق والفساق، الهم باقي ويزيد والناس مازالها في التسفاق. شوف في اللاطيلي هم يحكيوا على الدستور، قالك درسوه وزادوا مام كلمة بين السطور، ربي يستر الغاشي عايد كله اسكور، نصه مزطول والباقي قطع في اللي باسبور، الحصول داروا فيلم فيه صورة حية، لازم احتفال والمخرجين يديو تحية، الشعب عطاوه جائزة أحسن ضحية، وصحاب البرلمان أحسن عرض على مسرحية، هي هو مبوط لا سويت جاية إن شاء الله في مون ألبوم، هذا جست فري ستايل فري ستايل عجل فان تاع دوبل كانو لولولوت فري ستايل. ايه ليكيب ان شاء الله الالبوم جاي، ايه هادي جوست ها فري ستايل خفيف، باه نفكركم بركه باللي الالبوم ان شاء الله مازالوا له حوالي 10 ايام اون فادير ابري 10 ايام باه يكون الالبوم واجد في السوق، دونك ان شاء الله يكون افون جويليا ان شاء الله، حيكون فيه 18 تيتر، حيكونوا فيه دي تيتر صحاح شابين كيما الفري ستايل اللي جينا اللي درناه دركا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش سي نورمال يقدروا يتيليشارجيوه في السيت تاعنا، ما نحتموش على الزوالية، وانما اللي عندهم يفوميو يشريوه اوريجينال باه يكونسيرفيو هذاك لوفر كوم كيما نقولوا حنا كشغل تحفه في الدار يحطوه ويكارديوه، سما تجي تطيحه كي تشريه مكرافي يعطيك جاكيت فوتوكوبي. المهم والاخبار تاعنا سيكو السمانه الجايه ان شاء الله بالثلاث رايحين نكونوا في سطيف باش نخربطوها مع ليكيب تاع سطيف جماعه حاج عيسى، ومن بعد حنكونوا ان شاء الله في ام البواقي دونك، ومن بعد خلاص نبداو لا تورني تاع البان افريكان ان شاء الله، حتكون بويره بجايه تيزي وزو، راح تكون فيها الجي وهران عنابه، دونك هذه جوست كلكوز انفو. بيان سور عندنا ليميسيون تاع دزاير شو اللي تعدي لو 21 جوان في لا تيلي تقدروا تشوفوها. واش نقول لكم، ان شاء الله دي سيلا يكون الالبوم خرج، ان شاء الله تكون يكون عجبكم، ان شاء الله تكون فهمتوا الشرات اللي فيه، فهمتوا المعاني اللي فيه، ونبقاو اون كونتاكت ان شاء الله، مازال نعطيكم لي نيوز. هاي السلام عليكم. We'll be right back.